اوعد اوعد نجيب بقى طعم الشطه حبيبتنا ده طعم الشطه. لا انت ما تقولش طعم ايه، انت تقول بس تحت انت تحت ما تنجزني يا ابن. اهدى يا عم، اللي اقول لك مش هسيب من ده. اهدى يا عم حسين، انا عايز اخليك تتشل. يلا يا هنري، يلا يا هنري. حرام هذا لا امسك فيه يا عم. لا اسكت يا قول. استنى 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 حاجة حاجة عشان الناس بس. شفتي بطعم الجبنة المتبلة؟ لا بطعم الشطة. اها قد ايه؟ طعم الشطة جبنة المتبلة بس يا ستي. لا يا ماما انت تبقى انت. لا انا الحكم، انا الحكم. يلا والمتابعين يلا يلا. واضح ان دمتري حريت شيبسي. تحت بس انا عايز امسك ايدك. لا بابا بس اهو. لا ما تمسكش بيدك، استنى خلي ده احنا عرفناه خلاص. يلا هنا بسرعه. ايه يلا ايه ده؟ كل من احنا عارفين طبعا طبعا. مش شرط تعمل جبنه، عارف تحط فيها عشان جبت اثنين ورا جبنه ورا بعض. ايوه صح، بيديني اثنين جبنه ورا بعض. اه يا رب. انا انسان ذكي. يلا يا هنا خد. انت بتاكلني؟ بياكل من اخي ده. ها ده سحل ده كده. ايه حته كمان؟ لا لا مفيش حته كمان. لا حته كمان يا عم، انا واحد عايز اشوف يا عم. اوعي ثانية اوعي ثانية. ايه ده انا كاتب ثلاثة جنب ده هيعرفها بعد كده. ماشي نسمع كلامك. يلا ها يا ابني. ايه ده كل ده يا عم؟ انجز انت دوت تقسمها. ها ايه ده حلو. خلاص يلا يا معلم. ماشي يا انا كسبان يا جماعه كده. هو كده انت فعلا كسبان. لسه فيها حلو. ده الشام من غير ما اعرف اي حاجه، ريحته رشقت في مخي. شام ايه؟ ايه شام ده؟ اسمه ايه؟ مفيش حاجه اسمها شام. جنديل يعني؟ لا مفيش حاجه. جنديل لا ما عرفتش اسمه مدة 10 دقايق. واحد هو الشامي. انا مش لازم اقول الشامي. لا اسمه ايه؟ الاسم خلاص هو قال الطعم. ايه الاسم يا عم؟ انا قلت الطعم. انا اسمه حلو. انت قلت خلاص فخلاص. عشان احسب صح. روح نحسب ونرجع كده يا باهي. روح نعمل شيء. ثانية ثانية اصبر. خد الحتة دي. ابينا نلم الحاجات دي طبعا مش جعان. نجيب الحتة دي صغيرة قوي مش هنلم الحاجات. ما اديله حتة حلوة. ده فلفل. اوعى تفهم. ده فلفل. خلصنا؟ اه خلصنا. سيبتهم كلهم. لا انا خلطت واحده، انا خلطت واحده. لا ما غلطتش. لا لا ما غلطتش. كسبت ولا يا هدوء. لا بس بص بص نسرع بس اللي شفته. خد النضاره. يا كده احسن بكتير. اقلع النضاره. ايه ده؟ طبعا بس ممكن. لا مش كده ثواني. اهدى يا حاج. انا مش شايف حاجه. خلصيني انت حاج. لا حتى طب جيها ثلاث مرات، اربع مرات، خمسه، 12 20. استنى يا حاج. مش بس انا هختار بقى. يلا يا هي دمتري اختار له اللي تختار الدهون انا هنشيله هنا. طب بص المشكله ان في اديني يا اختار في جوجل. صورة حلوة. صورة حلوة. حلوة. الله الله. بتكلم باللغة العربية. صورة حلوة. حقيقي صورة حلوة يلا. ها. اتفضل. خد يلا انت لسه لو هتاخد تاني. معروف معروف ده مشوار. طعم كبنة. يا عم جبنة. شايف انا مبسوط ان ازاي تلاقي حتة جديها؟ مش انت كنت بتديني بالواحدة؟ مالك روح نفسك كده ليه؟ ها ثانية كده؟ ده معروفة جدا، حاجة حلوة. يلا يا عم فلفل احكي. طعم فلفل. فلفل يا؟ فلفل بس. فلفل بس. فلفل بس. صح؟ لا فلفل ايه؟ لا انا دول فلفل يعني. فلفل حلو. غلط غلط من الشطة. يا طب انا قلت حكيت انا
حاضر انت عارف نقط فلفل يعني نقط صح. هذا فلفل شطه خدها. انت تشيله صح؟ لا احنا قلنا في اساس وسط من فلفل شطه ده. مرحبا يا مخاوي. اول ما هابيك. خد انا من خسارة فيك. الله يا ابني من خسارة في الحالة. بقالة قبل لي. ما عرفت. والله تحس ان ده مقلب بكرة. طعم الجبنة وطعم الفلفل الشطة. يا ابن اللعيبة اعملها ازاي دي؟ زكي. لا بس خسرت في واحدة. خسرت في واحدة. لا خلاص. لا اربعة خمسة كل واحد. لا اتعادلتوا. لا هو جاب في البداية شطة في الفلفل العادي وبعد كده قلنا له فلفل حلو. لا اتعادلتوا خلاص.